إذا عبرنا المحيط الهادي من أمريكا، عبرنا ذلك المحيط الشاسع، سنجد اليابان عند الشاطئ الآخر. هل تعتقد أن اليابان نموذج لما ذكرت الدول التي يمكن أن تكون مطروحة لدور سياسي عالمي مهم في المرحلة المقبلة؟ أنا أيضا شاهدت صورة لك مع رئيس وزرائها الشهير ناكاسوني. أعتقد أن اليابان في الحقيقة هي دولة هشة جدا، وستكون أكثر هشاشة إذا حدثت أزمة أكبر للسيارات نتيجة لارتفاع أسعار البترول. إن الأقطاب الكبرى للعالم غدا هي روسيا والصين والهند والبرازيل وأوروبا، لكن منذ الآن يجب القول إنه لم يعد هناك احتكار أمريكي أو قطب واحد. يجب أن يعي الأمريكيون في حقيقة الأمر ذلك. عندما نتحدث اليوم عن احتمال إفلاس شركتي فورد وجنرال موتورز، نقول إنه تمثال ضخم على قاعدة من الصلصال.